الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة، ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والأمل والإيجابية نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والأمنية وكل الأزمات اللي هي للأسف يعني ما نقول تعقدت وإنما هي استمرت ويانا مع إضافات كثيرة بسبب كورونا وسبب الفساد أيضا لا ننسى. فلذلك إحنا نحاول نقول أنه باكر أحسن من اليوم، ونتشبث بالأمل عسى ولعل أنه القادم يكون أفضل وأجمل. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن قبل أروح فاصل ومثل ما عودناكم في مثل كل حلقة نقول علينا أن نوحد الدعاء من أجل المرضى الراقدين داخل المستشفيات العراقية والجرحى أيضا، ومن ثم ندعو بالرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في الفترات الماضية لحد آخر شهيد سقط على أرض العراق. احنا اليوم أيضا في مثل كل حلقة نتناول بالبداية مواضيع كورونا، لكن قبل لا نبدأ في هذه المواضيع انه نقدم تحيه حب واحترام وتقدير لكل الكوادر الطبيه الباسله اللي بعدها لحد هذه اللحظه دتقاوم، وبعدها لحد هذه اللحظه دتقاتل مع عدو مخفي من غير لا سلاح ولا درع. ونتمنى هذه الرساله توصل ايضا للجهات المعنيه وعلى راسهم وزاره الصحه حتى توفر لهم على الاقل السلاح. الدرع اذا صعب وغالي ما نحتاجه، بس السلاح ضروري جدا، لانه في هذه الايام انه بدات تزداد الاصابات ومعناها انه بدا يزداد الهجوم، فاذا موكو سلاح ما راح نقدر نقلل اعداد الاصابات اللي موجوده عندنا في كل المحافظات العراقيه. نروح فاصل وبعدها نرجع لكم مباشره. مثل ما شاهد احنا انه الاصابات بدات تزداد بشكل كبير، واحنا يعني يوم عن يوم بدينا نسجل ارتفاع، او جاي نحصد ايام العيد واللي قبله، ايام العيد الناس اللي طلعت وقبل الناس اللي طلعت تتسوق، ولحد الان هناك استهانه كبيره، هم ما يدرون انه مع الايام احنا راح تبدا تطلع الاصابات اللي هي مال قبل العيد والعيد. اليوم انا راح ابديها، صار لي يومين ثلاثه ابديها بالاصابات، حتى لازم اذكركم، يبدو انه من كنا نبدي بالشفاء وننطي امل وايجابيه، ناس تقول لك يلا خلص معناته انتهى الوباء، الوباء بعده، لا بالعكس احنا وصلنا مرحله كلش خطيره، انه الكثير من الناس بدات تصاب وجاي بسبب الظروف اللي احنا جاي نعيشها، المرض بدا يتعب الكثير من الناس. احنا ما جاي نخوفكم، لكن احنا الاستهتار اللي جاي نشوفه، الاستهانه، الاستخفاف الموضوع، هذا اللي هو يخلينا نضغط اكثر على الناس حتى يكونون على استعداد ويكونون متبعين الاجراءات الوقائيه. اليوم الاصابات 3396، يعني احنا يعني بدينا نصعد تصاعدي بشكل مخيف. اليوم 3000، الله يعلم باكر ايش قد، اذا بقينا على هذا المنوال بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه، تباعد، الكمامات، الكفوف والتحقيم بنفس الوقت. الشفاء اليوم قليل 2312، واحنا باقين على هذا المعدل، صار لنا فتره ننزل شويه نصعد شويه، يمكن مرتين صارت 3000 وكسور وفرحنا بيها، لكن احنا نتمنى انه يكون هناك 6000 7000 حالات شفاء حتى نقول انه هناك اعداد كبيره خرجت من المستشفيات ومن الحجر الصحي. الوفيات اليوم اقل من البارحه لكن مو بكثير، اليوم 67 حالة وفاة، وأيضا هاي أرجع وأقول هي خسارة لأهاليهم وخسارة إن كوطن. أرجع يعني نرجع إحنا دائما نوصي نقول إنه يا ناس كونوا متبعين للإجراءات الوقائية، تطلع للمسواق، إذا أنت مضطر للخروج اطلع بكمامة وجفوف وتعقيم، أنت ما مضطر للخروج تريد تروح بس تتسوق روح بوحدك تسوق وأرجع، ومن ترجع اترك ملابسك برا، تنغسل ملابسك، انت تغسل ايدك بالصابون بشكل جيد. اكو نقطه كلش مهمه يمكن مره جزء ذاكرينها او ما ذاكريها، اكياس النايلون اللي تجيبون بها المسواق تخلصوا منها. احنا نعرف انه احنا من النوع اللي نضم اكياس النايلون، اكياس اشتروا جديده الا اذا محتاجينها لمنازلكم، الاكياس اللي بيها المسواق لان من الممكن يكون البائع بيه
او انت نعديت من اي مكان وبيدك تكون انت الفيروسات، فانت تخلصوا من المسواق، والمسواق مباشره عقموا اغسلوا، يلا تدخلونه الى الثلاجه او تستخدموه. هي طبعا اشياء بسيطه من الممكن هي تؤدي الى الاصابه، فاحنا نذكر اللي يجي ببالنا نحكي به. ونفس اللي يجي من المسواق ملابسه تنغسل، يعقم نفسه، يغسل جيد بالصابون، وخلينا احنا نعدي هذه الازمه باقل الخسائر الممكنه. العالم بدا يجتاز نوعا ما هذا الوباء، الا احنا للاسف بدينا بعد تصاعدي، واحنا هسه حاليا الاول عربيا بعدد الاصابات والاستهانه بنفس الوقت. الله يعديها على خير ان شاء الله، ونخلص من هذه الازمه وتصير سوالف وذكريات، وكنا نعبر من عندها بسلام. اكيد هي تصير سوالف وذكريات اذا احنا كنا ملتزمين بالدرجه الاساس، واذا احنا نبطل نحكي في البرنامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه لبسوا الكمامه ولبسوا الكوف، لانها وهذه من الاساسيات صارت، فاحنا ماكو داعي انه نرجع ونعيد ونسقل بالموضوع، لانه اعتقد انه اصبح ممل هذا الموضوع. المفروض انه كل شخص من تلقاء نفسه هو يلبس الكمامه ويلبس الكفوف ويعقم، لانه خاصه اذا دخل اماكن مزدحمه، يمكن اذا ما دخل اماكن مزدحمه يكتفي بس بالكمامه وتحقيم ايده بين فتره واخرى، حتى لا تقولون الكفوف نايلون او بلاستيك انه تاثر وتعرق الايد، وهذه الاعذار اللي دائما ما نسمعها. هذا الموضوع خلينا نتركه على جهه، نحكي بموضوع اللي هم الان تحت العلاج، وهذه قضيه كلش مهمه يمكن ما متطرقين لها، ما حاكين بها، 39,000 واكثر يمكن تقريبا 300 او اكثر من 300 اللي هم موجودين تحت العلاج. يا ترى لو نجي نستفهم حول هذا الموضوع، كم عددهم وكل مستشفى ايش قد بيها من الاشخاص المصابين؟ مستشفيات هوايه، واحنا بالفتره الاخيره خصصنا كثير من المستشفيات خاصه في بغداد، انه فتحنا اماكن اخرى، يمكن حتى مو مستشفيات مثلا معرض بغداد الدولي انفتح بالفتره الماضيه، اعتقد مستشفى العطاء انفتحت بالفتره الماضيه، وكثير من الاماكن اللي هي خصصت بس لاحتواء المصابين بفيروس كورونا. لكن للاسف انه ذول ال 39,000 لحد الان اللي هم تحت العلاج، واللي بنفس الوقت نتمنى لهم الشفاء العاجل والخروج من هذه المستشفيات، لكن انه على الوزاره تسرع بخروجهم، شلون؟ لازم توفر كل العلاجات المتقدمه والمتطوره اللي يستخدموها دول العالم، والا احنا اذا ما راح نستخدم مثل هذه العلاجات او ما راح نعتمد نفس البروتوكول اللي موجود حاليا في دول العالم المتقدمه، انه احنا راح تزيد وراح تبقى عندنا هذه الاعداد موجوده داخل المستشفيات العراقيه، وما راح نشاهد اي انخفاض بمستوى الاعداد اللي موجوده لا بالاصابات ولا حتى باللي هم موجودين تحت العلاج واللي يتلقون العلاج من ايدي عراقيه باسله داخل المستشفيات. اهتمامهم القريب باخوانهم، وانا اقصد الكوادر الطبيه، هو هذا اللي يشافي، اما العلاج اللي هو غير متوفر وما موجود هذا اثقل كاهل المواطن العراقي وبشكل كبير جدا. هذه نقطه كلش مهمه، نتمنى انه من الجهات المعنيه انه ايضا تركز بها. اما موضوع الناس اللي تستهان بالفيروس وتستهان بعدم لبس الكمامه وتستهان بكثير من هذه الامور، هم اعتمدوا على ما طرحه كثير من القنوات العراقيه، واحنا ما نريد انه نذكر اسماء القنوات، واحنا حريصين جدا على انه المواطن يكون ملتزم، واحنا في كل مقدمه البرنامج او في كل بدايه للبرنامج انه نذكر الالتزام ونحكي عليها وما نترك وحده الكفوف والكمامه وايضا التعقيم. لكن للاسف انه بالفتره الحاليه انه ناس اصبحت بس يهمها عدد المشاهدات واللايكات لصفحاتها او لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها، يجيبون ناس وتحكي لا تلبسون الكمامه وبرقبتي، هذا الموضوع مو صحيح، هذا خاطئ، هذا احنا دنسيء للصحه بالعراق. يعني مثلا ابسط شيء اللي تحدثوا عن الزايلوكين واللي هو مخدر موضعي يستخدموه لعده استخدامات، لكن للاسف انه قالوا تعالوا خلوه واستخدموه واتركوا الكمامه لانه ما بها فائده وخطيتكم برقبتي. هذا الموضوع لحد الان ماكو اي صحه من وزارات الصحه اللي موجوده في الدول المتقدمه قالت اعتمدوا هذا المرهم او هذا الجل حتى انه تستغنون عن الكمامه وايضا ما تنصابون بفيروس كورونا. احنا نريد اشياء مطبقه بدول العالم ومن دول من ضمن الدول اللي بدنا نحكي بها المتقدمه حصرا اللي هي لها باع طويل في مجال الطب وعندها خبرات متقدمه، هذول اللي نعتمد عليهم، هذه الدراسات اللي المفروض انه تكون موجوده عندنا بالعراق وتكون انه موجوده عندنا في مجتمعنا حتى نطبقها، مو نطبق الاشياء اللي هي جايه الامور اللي المفروض هذول الناس اللي قاعد يروجون لمثل هكذا امور ويخربون
عمل وزارة بأكملها وناس أيضا إعلام جاي نشتغل، القبض عليهم محاسبتهم. هم أكو بعض النقابات، يعني أنا متابع هذا الموضوع، بعض النقابات أنه بدأوا يغلقون عياداتهم وبشكل كبير جدا، لكن للأسف أنه ماكو محاسبة. وأنا اليوم بدوري أنه أقترح على كل الناس اللي هي إلها سلطة بهذا البلد، أنه على الأقل، ومن ضمنهم أنه نقابة الأطباء اللي موجودة بالعراق، أنه على الأقل تستدعي كل طبيب أنه يريد أو يحب الظهور في مجال الإعلام أنه يسجل اسمه، وتقول له أنه أنت إذا ما طبقت البروتوكول الصحيح أنه إحنا راح نوقفك أو راح نسحب رخصة مالتك ونخليك أنه خارج إطار الطب بشكل كامل، لهذا حتى نحافظ على ما تبقى من أرواح العراقيين. نروح لموضوع آخر اللي هو المستشفى الجمهوري أو عفوا المستشفى التعليمي اللي موجود في البصرة، واللي راح نشاهد من خلال هذا الفيديو مأساة كبيرة جدا بسبب الإهمال الواضح وبسبب التقصير الواضح من دائرة صحة البصرة، وأيضا على رأسهم وزارة الصحة العراقية، لأنه ما عندها إشراف بشكل مباشر على هذه الدائرة، واللي خلت هذه المستشفى تكون بهذه الفوضى أو بهذه الصورة الفوضوية اللي احنا نشاهدها. يعني الناس جاية حتى تشيك، حتى تفحص، لأنه الأغلب من عندهم عنده أعراض أو ملامس لأشخاص مصابين، فيجي يريد يتأكد. لكن شنو اللي يصير؟ الفحوصات ماكو، وإذا فحص تتأخر 10 أيام وأكثر من 10 أيام يلا تطلع. خلي نسمع ونشاهد الصورة الواضحة من داخل المستشفى التعليمي في البصرة، وبعدها نرجع نعلق بتفاصيل أكثر، عسى ولعل أنه توصل للجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة العراقية. ازدحام المستشفى التعليمي كله عن اسمه، هاي كلها نفر واحد جاي مشوي الوادم، هاي كلها بيها كورونا، كلها مصابه، كلها جاي تفحص. زين هاي حتى اذا ما بي كورونا يجي هم يتمرض. شوف هاي الوادم كلها مصابه، من البارحه بالتسعه، من البارحه بالثلاثه الظهر، بالتسعه بالليل ما اجى دكتور المسحه، وهسه من الصبح نص هاي الوادم الثاني. هاي العالم كلها ضالة، شوف هاي كلها بيها كورونا الوادم، كلها جاية على مسحات، لحد الآن ولا بشر جاي لنا ولا واحد مقلبنا. شوفوا هاي الوادم كلها. الله يقبل، محمد يقبل، ليش؟ يعني حتى اللي ما بي شيء هسه يتمرض من الهوسة. موظف واحد وهاي الوادم كلها عليه، وين يلحق؟ وحتى الموظف راح. الوادم هاي كلها مرضى، كلها بيها كورونا الوادم على المسحات باعوا. أكيد الرسالة صارت واضحة للجهات المعنية، وأيضا أنه نتمنى أنه تسمع، لأنه ده يقول موظف واحد فقط اللي هو مسؤول عن المسحات أو اللي موجود في المختبرات الخاصة بالمستشفى التعليمي. ليش هالإهمال هذا؟ ومن نجي نحكي مع دائرة الصحة يقول لا، الموظفين كانوا موجودين. زين أوكي، كانوا موجودين، ليش هذا الازدحام ده يصير؟ ها، يمكن انه الكتات اللي يسموها هي الخاصه بالمسحه انه قليله. زين ليش ما تطالبون وزاره الصحه العراقيه ان توفر لكم؟ ها احنا طلبنا، لكن انه الخلل بالميزانيه وعدم تخصيص الاموال الكافيه حتى نشتري كل ما يحتاج المواطن العراقي في البصره او في كل المحافظات العراقيه. وهذا الاعذار اللي شبعنا من عدن، نتمنى ان توصل الرساله وبشكل واضح وسريع لدائره صحه البصره وايضا لوزاره الصحه العراقيه، واحنا ايضا نستقبل اذا كان عندهم رد فاحنا موجودين 100 هلا بهم، بس خلي يبررون ما يحدث من امور كارثيه داخل المستشفى التعليمي في البصره. طيب نبقى احنا بالبصره نفسها، ووصلنا مقطع فيديو ايضا لا يقل خطوره واهميه من ما شفناه قبل قليل. مستشفى الفيحاء، هسه نروح لها. مستشفى الفيحاء احد المواطنين رصد بغياب الخدمات، ومن ضمنها انه هناك مريض ملقى على الارض ولا حد يمه، لا نعرف هو بكورونا ما بيه شنو بيه، ميت عدل ومتروك على الارض. وراح تشوفون بقيه التفاصيل بهذا المقطع اللي هو نسخه منه الى اداره مستشفى الفيحاء في البصره، ونسخه منه الى دائره الصحه في البصره، ونسخه الى وزاره الصحه في بغداد المركز. لازم يكون هناك متابعه، نعرف انه اعداد كبيره صارت في البصره وما جاي تستوعب، لكن مفروض رفض علق الكرفانات مثلا وافتح بها مستشفيات. لازم الأماكن اللي بيها أعداد كبيرة من المرضى، خاصة البصرة مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الوباء. طبعا أرجع وأقولكم أنه خلية الأزمة في البصرة من أفشل الخلايا، لأنه بس بالحكي بس بالكلام يقول لك أنه هناك حظر. الناس كلها طالعة وطبيعي جدا، قطع كم شارع والبقية طالعين على راحتهم، حتى لو أغلقوا على مناطقهم الشارع الرئيسي هم بداخل المناطق يشترون ويتسوقون ويأكلون، والمطاعم كلها فتحة، والصالون بشكل كامل، حياة طبيعية، الحظر فقط بالاسم. فنشوف المقطع وياريت يكون هناك رد حول ما راح نشاهده من مريض ملقي على الأرض، شاب وما حد يمه،
وهذا دليل على أن هناك ممكن خفايا وخبايا الكاميرا ما رصدتها. نتابع. هاي مستشفى الفيحاء ردهة العزيز، هذا بوحدة الرجال مشمول بالقاع، وهذا الازدحام، وهنا العالم تاخذ مسحات، وهنا المسعف بوحده ما حد وياه، بوحدة الرجال مسعف جاي اخذ مسحات، وهي العالم كله لازم اشرب، وهذا مشطوب هنا لا يما طبيب لا يما مسعف، حسبي الله ونعم الوكيل. مستشفى الفيحاء البصره. زين يعني المقطعين انه احنا جاي نشوف انه كل مستشفى بها المسحات، انا المفروض يكون هناك مكان خاص، يعني هي الجمهوري هي للعزل، المفروض انه انا خلص يكون هناك او افتح مركز خاص افحص الناس، لانه شلون انا اساوي المريض ويا مو مريض؟ هذا هسه حاليا ما نعرف، قد يكون بيه كورونا. زين هو اكيد ابو كورونا اهله ما يكونون وياه بالعزل. زين وهاي الناس واحد يعني ايضا الموظف، هاي القضيه اللي جاي تثير انتباهنا في اغلب المقاطع، انه الموظفين عددهم قليل. طيب عينه نرجع ونقول هاي القضيه طبعا ما تخص دائره صحه البصره، تخص الوزاره والماليه، يعني وزاره الصحه والماليه. الى متى احنا نبقى نناشد انه وجبه 2018 2019 من الممكن انه تساهم؟ زين طيب وين البقيه؟ وين الموظفين البقيه؟ يعني مسوينهم اذا على وجبات، فواحد ما يلحق على اعداد كبيره خاصه مع تزايد الحالات في البصره والاصابات. طيب هذا المريض منو اله؟ يعني وين بالحجر ينترك؟ يعني من الممكن ان يكون هسه هذا محتاج الى اكسجين مثلا اذا كان به هو كورونا، او محتاج الى دم، محتاج الى اي شيء. متروك على الارض والناس ما تقدر تنقذه او تسوي له شيء، لان هم اصلا اللي جايين يفحصون هم مرضى. هاي القضيه الشائكه منو يحلها؟ نتمنى من دائره الصحه، ارجع واقول، واداره مستشفى الفيحاء فتح تحقيق بالموضوع. احنا نطالب بالتحقيق، وبنفس الوقت انا ضد موضوع التحقيق لانه تسويف، لكن لازم انه نعرف من هو المقصر في هذا الموضوع. نرجع ونقول الكوادر الصحيه ايش تريد تسوي؟ هو مو اخطبوط، يعني اذا واحد بس موجود وين يقدر على كل هذا العدد؟ على الاقل المفروض هسه موجودين فد 10 يلي يقدرون يلحقون يفحصون الناس ويلحقون يداومون البقيه. ما اعرف، الوضع في البصره يبدو انه هو خارج عن السيطره ويحتاج الى متابعه حقيقيه من قبل وزاره الصحه في بغداد. يعني اكيد هذا موضوع مهم جدا، لانه الفيديو وين تحدث عن تاخير بالمسحات، وايضا مثل ما ذكرت ازل انه عدد الكوادر الطبيه او الصحيه اللي موجوده هو قليل جدا. لكن سؤال، ليش بالتحليل الخارجي يعني اللي عنده سفر اللي عنده كذا انه سريع جدا انه لانهم 130 الف راسا تطلع النتيجه او ثانيا تطلع النتيجه، لو ما اعرف شنو القضيه اللي شنو اللي يصير داخل المختبرات او داخل المختبر المركزي اللي موجود عندنا بالعراق؟ هذه المواضيع لازم انه تحل، لازم انه نخلص من عندها باسرع وقت ممكن. يعني انه يا اما انه اخلي التحاليل انه على عدد كافي، انه ابلغ يابا ترى انه انا باليوم اسوق 15000 مسحه فقط، ما اقدر اكثر لانه لا المختبرات تتحمل ولا انه عندي كتات للمسحات زياده اكثر حتى انه كلها. لكن موضوع انه 130 يطلع بسرعه و90000 برا بالاهل يطلع بسرعه وداخل الحكومه يبقى 10 ايام، هذا الموضوع انه لازم يحل باسرع وقت ممكن. نبقى في نفس اطار الصحه لكن نروح لمدينه الموصل، لانه ذكرنا في اكثر من مره المفروض لحد هذه اللحظه انه تسمى الموصل المنكوبه، فعلا منكوبه مدمره بالكامل. واهم شيء اللي هو المفروض يتوفر بكل مدينه او بكل منطقه المستوصفات الصحيه والمستشفيات الصحيه هي للاسف ما موجوده في مدينه الموصل منذ عام 2014 لحد هذه اللحظه. ويمكن في الحلقه الماضيه انا ازل يوم الاحد ايضا تطرقنا لموضوع اعاده بناء المجمع الطبي اللي موجود في مدينه الموصل، لكن للاسف انه لحد الان ما جانا اي خبر حول هذا الموضوع، ولا شفنا انه اكو جهات مسؤوله انه تحاول تعيد بناء هذه المستشفيات او هذه المجمعات الطبيه اللي موجوده في الموصل. اهل الموصل يطالبون بحقهم، يعني حق مشروع ومطلب رئيسي انه اعاده بناء كل المستشفيات اللي موجوده في مدينه الموصل، اذا كانت بالجانب الايسر او في الجانب الايمن، لان هم ما يطلبون لا مساحات خضراء ولا يطلبون مدينه ملاهي ومدينه العاب حتى انه يتونسون بها. هذا الموضوع حصري، لانه هم يردون مستشفى تقلل من معاناتهم وتقلل من الاصابات اللي موجوده داخل مدينه الموصل، لانه في مدينه الموصل المنكوبه مو فقط فيروس كورونا، كثير من الامراض المستعصيه اللي موجوده في هذه المدينه، لكن للاسف
بسبب قلة المستشفيات والمراكز الصحية الناس مدمرة بالكامل، ولا عندهم الإمكانية الكبيرة المادية حتى أنه يقدر ينتقل من محافظته لمحافظة أخرى قريبة عليه حتى أنه يعالج نفسه، ولا يقدر يروح أيضا لبغداد حتى يعالج نفسه. هذه المواضيع المفروض أنه أول ما نبدي أو أول ما تحرر مدينة الموصل بالكامل نبدي نعيد البنى التحتية الخاصة بالأمور الصحية أو المستشفيات بشكل عام، المستشفيات، المدارس، وبعدها أنه نهتم ببقية الأبنية والمصانع اللي موجودة في هذه المدينة. ليش إحنا اليوم تركنا هذا الجانب المهم اللي هو المستشفيات اللي موجودة في مدينة الموصل المنكوبة؟ فنتمنى أنه الرسالة توصل أولاً للمحافظة، لأنه المحافظة اجتها أموال مباشرة وبشكل كبير جداً من الدول المانحة زين حتى يعيدون بها أعمار مدينة الموصل، لكن ما نعرف أنه هذه الفلوس أو هذه المبالغ اللي وصلت وين راحت. المحافظ الحالي اللي موجود أو المحافظ اللي قبل المفروض هم يتحملون هذه المسؤولية، من ثم صندوق الإعمار أو صندوق النقد الدولي اللي موجود عندنا زين اللي أيضا بممثلين عراقيين، المفروض أنه أيضا يتحققوا معهم في هذه القضية، لأنه إحنا كل الدول أنطت وخصصت مبالغ حتى يعيدون مدينة الموصل بالكامل، لكن للأسف لحد هذه اللحظة مدينة الموصل كل شيء ما نعاد بها. وأهم الأشياء اللي المفروض أنه تكون موجودة بالوقت الحالي هي المستشفيات، لكن مثل ما شاهدتوا المستشفيات مدمرة بالكامل، وعلى رأسها أنه المجمع الطبي الرئيسي اللي موجود في مدينة الموصل منتهي ومنهار تماما، يعني ما بي أمل أنه يعيش بنسبة 1% في الأيام القادمة. اللي نتمنى أنه إعادة إعماره بأسرع وقت ممكن، وموضوع الأزمة المالية والاقتصاد اللي تدمر بهذه الفترة خلينا نتركه على صفحة، لأنه هذه الأموال مرصودة منذ عدة سنوات، فالمفروض أنه تطلع بالوقت الحالي حتى نعمر بها هذه المدينة المنكوبة. يعني هناك أساسيات دائما تكون في أي مدينة منكوبة، ناخذها كمثال هي الموصل، المفروض أنه يتم إعمار أول شيء المستشفيات بها، المراكز الصحية، المدارس والطرق والجسور. صح. يعني إحنا للأسف ما شفنا هذا الشيء، لا شفنا بالمستشفيات الحكومية ولا حتى الأهلية حتى الناس تلجأ إلها مثلا خلينا نقول كبديل. يعني إنه واحد يقعد يفكر إنه رجعتوا كم بيت كم محل، أعتقد هاي بجهود فردية من الناس، ما شفنا شيء لمس اليد. يعني أول شيء المفروض هي المستشفيات. صح. أرجع الشوارع، أرجع المدارس، أرجع هكذا ترجع الحياة إلى المدينة. الشوارع يمكن شفناها ولمسناها بشكل مباشر، لأنه شو مسوين، حتى أنا صورت فيديو ونشرته أنه رصيف دا يسوي رصيف زين دا يخلي هاي الأحجار الخاصة بالرصيف، لكن أنت تشوفين للبناية اللي دا يسويها من الرصيف هي منهارة بالكامل، المجاري ماكو بالكامل. زين أنت شلون تجي تسوي رصيف زين وانت بعدك ما عدت البنى التحتيه اللي موجوده بهذه المنطقه؟ واعتقد انه هذا موضوع انه فقط انه انا ها على بشوفه انه انا رممت سويت رصيف منطقه الفاروق او بالجانب الايمن او وهذا بعدين قد اسوي مجاري او انترنت اهدمه مره ثانيه حتى انه ايضا اكسب من عنده فلوس. على موضوع المستشفيات انه في سنه من السنوات الماضيه يعني القريبه من كانت الموصل محتله، جت منظمه عالميه وهي المنظمه معروفه دوليا يعني منظمه اطباء بلا حدود. هذه المنظمه عملها انه من الاطباء العالم تبرعات شخصيه، مثلا انت طبيبه تتبرعين مبلغ وايضا تقدمين انه خدمه، مثلا انه انا اروح بالدول المنهاره اللي بها حروب اقدم خدمه انه اعالج اسوي عمليات مجانا. طلبوا انه من الحكومه اللي موجوده في الموصل في وقتها انه يسوون مستشفى ل 200 سرير على حسابهم على انفقتهم الخاصه. ممتاز. رادوا بس قطعه ارض وموافقه من المحافظه. زين. المحافظه قالوا لهم واحد من الموجودين بالمحافظه ما اريد ان نقول منصبه، قالهم انه اوكي انا اجيب لكم موافقه، لكن انه بالبدايه ايش قد تنطوني من قيمه العقد؟ ولازم انه انا انفذ بشركاتي الخاصه. طاروا ورجعوا لبيتهم. قالوا له انه احنا جايين بتبرع. طبعا. انه ما عندنا قيمه عقد، انه احنا كله راح نجيبه. شو ابن البلد هالشكل يسوي؟ لانه بخدمه المحافظه وبخدمه الابناء يردون حصص ويردون بشركاتهم. قمه النذاله. بس حاليا راحوا هم تركوا الموضوع ولا احنا احنا هم معمرين هم ما يخالف. هذا وضع المستشفيات، وحاليا هو هاشتاج جدا نشط على تويتر خاصه المطالبه باعاده الحياه الى مستشفيات الموصل، لان الناس عادت الحياه حتى تنقذ ارواح الناس اللي حاليا هم ما يعرفون وين يروحون، وكرفانات مجرد بسيطه متهالكه حتى تستقبل او هي تستقبل حاليا المرضى. طيب ننتقل من الموصل نروح الى كركوك. تعرفون انه بهاي الفتره بالاونه الاخيره صار هناك تشجيع للخريجين جميعا من كل اخر شيء صاروا، احنا يمكن امس حكينا الاعلام كلها تتظاهر من اجل التعيين، هو حق من حقوق، لكن هي اكو قضيه هي احنا حكينا بها، ما عندنا تنظيم، ما عندنا تخطيط.
احنا فتحنا مدارس الحكوميه موجوده وفتحنا بعد اكثر واجينا فتحنا اهليه وصاروا الخريجين اعدادهم كبيره بحيث البلد ما يحتاج، مستحيل كلهم متعينهم، مستحيل اعداد، واحنا عندنا من سنين من 2003 وقبلها ممكن ناس ما متعينه، فمستحيل تقدر الدوله تعين كل هؤلاء مهما فعلت. اللي صار هسه حاليا انه الكل الشجاع بعد انه شفنا الحكومه بدات تعطي تطمينات، بدت يعني تتعهد انه خلال شهر شهرين انا حل القضيه، طبعا هاي ايضا مو سهله، بس مجرد الامتصاص خلينا نقول الغضب ويعني والكلمه الطيبه صدقه، فالناس البقيه او بقيه الخريجين قال لك احنا ليش نقعد ونسكت؟ احنا هم نطلع ونطالب بحقوقنا. اليوم في كركوك طلعوا خريجي الهندسه ويقول لك احنا حالنا حال البقيه، احنا هم درسنا وتعبنا وهندسه صعبه وصرفنا دم قلبنا في سبيل انه نوصل ونتخرج، احنا ايضا نطالب بالتعيين اسوه بالبقيه اللي جاي يطالبون، هو حق، بس انا ارجع واقول لكم انه مستحيل الدوله او اي دوله بالعالم ما تقدر تعين كل هذا العدد الكبير الا بحال تفتح معامل، مصانع، شركات، هاي كلها تفعلها من جديد، من الممكن انه الواحد يشتغل في هذه الاماكن الى ان الله يفرجها، بس ما تبقى الدوله لا مصانع ولا معامل ولا شركات ولا 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 ولا، وتبدي تعتمد على اللي موجود هسه حاليا، واحنا نبدي بس نستورد او باقين نستورد، احنا مستحيل نقدر نعين كل هاي الشباب، والشباب راح يظلون يتظاهرون ويرجعون لي ورا. نتابع التقرير واحنا نتمنى انه يوصل، نتمنى انه ماكو على الاقل نقضي على البطاله، لكن انا اقول لكم انه صعب جدا، وهي وزاره الماليه خدت تدفع رواتب هسه، رواتب الموظف الطبيعي ما جاي تدفع رواتبه، وجاي يطلعون تظاهرات، ولحد اليوم اكو تظاهرات كبيره لكثير من الفئات اللي بدون راتب. نتابع القضيه ونتمنى يكون هناك متابعه، ونتمنى يكون هناك تعيين للجميع، وكل واحد ياخذ فرصته في هذه الحياه. صراحه حنوجه رساله مباشره لمكتب رئاسه الوزراء، لانه احنا هنا النواب ما بقى لنا ثقه بهم صراحه، احكي لك اياه، والناشده احنا ولدك، احنا اخوتك، احنا موجودين هنا ما شاء الله، يعني متخرجين اكثر من 10 سنوات، اكو متخرج من 5 سنوات، واحنا الناشده حتى لو مثلا هو يم يباوع على قضيتنا، هي قضيه، هي مو مطالب، هي حقوق. المهندس مهتمش، المهندس الصراحه يعني مظلوم. هسه حاليا احنا عندنا تهميش هنا، اللي نريده من سياده رئاسه الوزراء حتى لو هو يعني ما يطلع اخبار، حتى لو يدز ممثل او شيء ويستجيب مطالبنا ويشوف الاسماء الموجوده القوائم، ونطالب سياده رئاسه الوزراء مصطفى الكاظمي يعني نظر قضيه محافظه كركوك. الصراحه قضيه محافظه كركوك يعني قضيه غير عن القضايا. طيب اذا ما كان لكم اي استجابه ايش راح يكون مصيركم؟ والله احنا باقين وموجودين، والولد تشوف يعني صراحة يعني تشوف الحماس اللي بيهم، يعني احنا باقين واكثر من 200 واحد يباتون هنا. هذه مو حالة، انا 16 سنة مخلص ثالثي اقعد على الرصيف، ليش هيجي؟ بيعرف هذا بيادين. كلكم مهندسين كافة الاختصاصات؟ احنا كافة الاختصاصات، احنا كفاءات علمية نايمة بالشوارع. ليش انت سيادتك تقول انا اريد ارتقي بالبلد؟ يا بلد اللي ارتقى بدون سواعد المهندسين. المهندس اذا تحطه بكل الميادين يعمرها. انت سياده رئيس الوزراء، سياده رئيس الجمهوريه، سياده مجلس النواب، لازم تلتفتون المهندسين كركوك. احنا حتى عيدنا هنا، الله اكبر، حتى عيد ما عدنا، شو نسوي بعد؟ حتى شهادتي ما تخرج زمتها وشقيتها، شو اسوي بعد؟ مو كافي تهميش، والله ملينا، والله متنا، والله المعتصمين هاي، والله البنات تخربطن، وين غيرتكم؟ احنا العراقيين مشهورين بالغيره، وين الغيره العراقيه؟ وينها؟ جدي بلا عددكم تقريبا المهندسين؟ احنا تقريبا 500 مهندس ومهندسه من كافه الاختصاصات طالعين هنا، متحملين جائحه كورونا، متحملين القهر، متحملين الضيف. حتى الكورونا انا ما تهمني، انا ما تهمني الكورونا، مصاب الكورونا انا اشوف احسن من عندي، مصاب الكورونا عنده امل باشر عقبه يتشافى ويتعافى، انا شنو املي؟ احنا هنا مو بس من ثاني يوم العيد، احنا من 2019 صار لنا نطلع اعتصام،
من 2019 ولا واحد باوع عنا، وهسه صارنا من ثاني يوم العيد الشباب يباتون على الرصيف، واحنا للمغرب يلا نرجع لبيتنا. شوف الاطفال، شوف الاطفال شلون امهاتهم جابت، طبعا هاي بالحر الظهر هذول الاطفال ويا امهاتهم هنا. انا جبت ابني نايم على الرصيف والله العظيم. زين هذا هو اللي احنا جايين نسوي. الحل بيد السيد الكاظمي، هو صاحب القرار، احنا نريد ينصفنا، ماكو غيره ينصفنا. يعني احنا مهندسين صار لنا 9 أشهر من شتاء 2019 لحد الان الشباب ينامون على الرصيف، اكو بيهم ما يقدر يرجع البيت لان ما عنده كروت. ليش هاي العبره؟ ليش هالعبره هذه؟ لان صدق حزن، يعني 9 أشهر لا مسؤول اجى اشتغل بصوره جديه وصحيحه ولا صوتنا وصل لبغداد. احنا شو مطالبين؟ نريد حقنا، احنا مهندسين نريد حقنا، درسنا وتعبنا، بينا خريج من 2002، انا من 2002، عندنا اشكال والوان مهندسين، عندنا جوعانين، عندنا مهندسين جوعانين. يقول لك ما يقدر اشتغل بالاهلي، الاهلي لا ضمان صحي، لا ضمان اجتماعي، وابو الاهلي راسا يلقى غيرك باقل اجره راسا يطردك. يعني احنا ايش جابرنا على هالوقفه هاي بهالحر؟ يعني الشباب دي ينامون على الرصيف. العيد قضوه هنا؟ العيد هنا، اكلهم هنا، الاكل صاير صدقات، كلهم فقير يحن على فقير. ما حد اجى مسؤول، ما قال هذول النايمين خلينا نشوف شنو طلباتهم الى متى. اكو بين مسؤول وياكم؟ اكو حد مثل ابو وزير او ابو عضو برلمان او مسؤول؟ اكو واحد ابن، يعني ابن مسؤول واقف وياكم؟ لا لا لا. ليش؟ الغني ما يحس بالفقير، الغني تجي الدرجة للبيت وهو قاعد بالبيت يستلم راتبه. صارنا مدة هنا بالشارع وماكو حد يجينا، كافي تعبنا. أنا كانت أمنية والدي يشوفني أنا متعينة، توفى وأني ما شافني متعينة لحد هذا اليوم. إلى متى؟ يعني بس أناشد السيد الكاظم إنه يجي يشوفنا حالتنا، يعني خلص ما ظل لنا تحمل، جلودنا احترقت بالله الكريم على الرصيف. يعني إلى متى أنا أخلي ابني بيم بيت وهذا البيت بس على مود أجي هنا أخذ حقي؟ إلى متى أبقى هيجي؟ يعني لازم يلقون نحل. أناشد السيد الكاظمي بأسرع وقت أنه يصدر أمرنا الإداري لأن تعبنا. أكو واحد يظل يبكي على تعيين ترى، أو يطلع تظاهرات واعتصام واحتجاج، يظل يتوسل يستجدي من حكومته تعيين وهو أبسط حقوقه. وهذا مهندس، أرجع وأقول هذا مهندس، يعني انسان جاي، يعني فعلا ناس تعبانه على نفسها. بناء الطبيه يبكون، الصيدله، طب الاسنان، الهندسين، المهندسين الزراعيين، البيطره، كلهم قاعد يبكون. يعني احنا نبقى، يعني ما اعرف هاي الدوله، يعني هم لو ملتهيه بشيء هم نقول ما اعرف ليش ملتهيه، بس بالفساد، بوق وسرقات من وزاره الى وزاره، من مجلس وزراء الى مجلس وزراء، من حكومه، من نواب الى نواب. بس هاي النواب ما سمعنا لهم حس، بس من صار قانون العنف الأسري حتى نحمي إحنا النساء هنا طلعوا سمعنا صوتهم وحسهم، ولا وراح يصير شرخ بالأسر. على أساس شلون هي الأسر متماسكة عندنا؟ هاي يومية وحدة حارقيها ويومية وحدة كاتليها، وشوف روح شوف المحاكم، عين النواب اللي قاعد تحجون في حين هاي ما هزتكم هسه حاليا، طلعت تبكي على مود تعيين وممكن هي تعيش أهلها، وأهلها صرفوا دم قلبهم في سبيل إنه توصل وتحصل شهادتها، وقالوا باكر عقبه تتعين وهي تشيل البيت وهي ترجع. ممكن باعوا اثاثهم وباعوا فلوسهم او انطوا فلوسهم وذهبهم وغيرها، تالي بعدين تبكي بالشارع، هاي ما تهزكم. لكن قانون يحمي المراه ويحمي الطفل ويحمي الاخت ويحمي الام، هزكم. اتمنى ان النواب اللي طلعوا وانتفضوا ينتفضون على دمعات هاي البنيه اللي هي طلعت من اجل ان تدور تعيين حتى تعيش بكرامه في هذا البلد. اتمنى. يعني فعلا انه مشكله موضوع التعيينات، وخاصه في الاونه الاخيره بسبب عدم الاهتمام بالقطاع الخاص اللي خلانا انه نضغطه بشكل كبير على القطاع العام. هي الحكومه لو فعلا انه تفكر وعندهم فشيء منطقي بالتخطيط انه كان فعلوا القطاع الخاص حتى يقللون من الضغط عليهم بسبب المطالبه بالتعيينات، وحتى ما نشاهد طلاب من 2002 لحد هذه اللحظه تخرجوا من كلياتهم ما متعينين. ليش؟ لانه لا عنده واسطه ولا عنده محسوبيه منسوبيه ولا عنده احد اقاربه عضو مجلس النواب العراقي ولا باي وزاره كانت، وايضا انه ما عنده دفتر او دفترين ينطيهن حتى يتعين في احدى الوزارات العراقيه مقابل راتب 500,000 دينار او يمكن حتى اقل. نبقى بنفس موضوع التظاهرات، موضوع التعيينات، وموضوع تاخر الرواتب، نروح لموضوع اخر لكن في بابل.
اجور العمال اللي موجودين واللي يشتغلون باجور خاصه او اجور يوميه بلجنه الطاقه في محافظه بابل واللي هم عددهم اكثر من 700 عامل او اجير يومي، صار لهم 8 اشهر ما مستلمين رواتبهم بسبب الفساد اللي موجود عندنا في محافظاتنا العراقيه وفي حكومتنا، ومن ثم انهم خلوهم بين حانه ومانه يوميا ناقلهم من مكان وجايبهم المكان، وهم يطالبون انه يرحون المكان ينطونهم مكان اخر، وبالتالي انه ضاعت القضيه مالتهم وراحت كل مطالبهم، بالتالي انه صار لهم اكثر من 8 اشهر ما مستلمين رواتبهم، وهذا الفيديو انه راح يناشدون ونتمنى مناشدتهم توصل باسرع وقت ممكن للجهات المعنيه اللي موجوده في محافظه بابل ومن ثم الحكومه المركزيه. استاذ حسن، حسن زياره هسه سدت الباب، غلقوا بيت الباب مفتوح، هسه انغلقت الباب، طلع بس الخطوه بيت الباب مسدوده شدها، يلا يا عمي. انا لاهي كتاب التسديد على اغلاق وزاره النفط، احنا اليوم اخوان هذه الوقفه هي وقفه احتجاجيه تصعيديه ممكن انه تمتد الى يومين او ثلاثه ايام، بعد يومين او ثلاثه ايام ستكون لنا وقفه احتجاجيه قويه داخل مستودعات نفط بابل. اخوتي الاعزاء اسمعني، اخوتي الاعزاء اليوم اخوتكم من موظفين وزاره النفط في شركه توزيع منتجات النفطيه طبعا حالهم الحاكم. يعني الى متى نبقى بهذه الوضعيه؟ والى متى انه نبقى نشاهد ناس قاعده من الفجر حتى تروح لدوائرها حتى توقف بالباب وتستجدي؟ خلينا نقولها بصريح العباره انه احنا بنستجدي صرنا من الجهات الحكوميه وهو حقنا، زين انه احنا صار لنا سنين نطالب ونقول ترى كل مواطن عراقي حقه المشروع ودا يطالب به، يعني هم كانوا اجراء يوميين وحولوهم على عقود رقم يعني حسب القرار المرقم 315 على ما اعتقد واللي ذكروه، اللي هم حولوهم من اجور يوميه الى عقود يوميه محولينهم من مكان الى مكان، وبالتالي انه صار لهم 8 اشهر ما مستلمين رواتبهم، فنتمنى انه الحكومه او مجلس المحافظه في بابل يسمحهم حتى انه نتخلص من كل هذه القضايا الماساويه وعلى الاقل شويه نقلل من معاناة الناس الفقرة اللي موجودة في كل المحافظات العراقية. إن شاء الله بقية المواضيع ناخذها بالأيام القادمة، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في للمدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافى في أمان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.